بسم الله الرحمن الرحيم. لو حبينا نسأل نفسنا على مجال جراحة العظام بيختص بإيه؟ مجال جراحة العظام بيختص بعلاج العمود الفقري والحوض والطرف السفلي والطرف العلوي، بيشمل العظام والعضلات والأعصاب والمفاصل والأربطة. كل ده من اختصاص دكتور العظام ان هو يشخص الحاجات دي ويعالجها ويظبطها. مجال جراحة العظام مختص بالتشوهات وتعديل التشوهات، مختص بالكسور وإصلاح الكسور، سواء بالعلاج التحفظي عن طريق الجبس، عن طريق الشدة، أو عن طريق العلاج الجراحي، عن طريق ممكن شرايح ومسامير، ممكن يكون يعني مفاصل صناعية وهكذا. علاج العمود الفقري، الانزلاق الغضروفي، تثبيت الفقرات، بعض الحاجات، الاختناق في العصب، زي اختناق في العصب اليد في عملية تسليك العصب، في اختناق الأوتار باليد وهكذا. في جهاز في بيختص بالتشوهات وتركيب جهاز الظروف، في بيختص بالمناظير، مناظير تشخيصية ومناظير علاجية. الحقيقة المناظير شكلت نهضة شديدة جدا ونهضة جامدة جدا في علاج جراحات العظام، ونقدر من خلال فتحات بسيطة جدا صغيرة ان احنا نقدر ندخل على المفصل، ونقدر ان احنا نحاول ان احنا نغير في الاوضاع الخاطئة فيه والاوضاع اللي هي مش مظبوطة. وده شائع جدا جدا في الركبة وفي الكتف، اللي هي المناظير الصناعية تشخيصية ومناظير علاجية. وبعدين من ضمن الحاجات الحديثة والمهمة جدا وعمل تطور رهيب في جراحة العظام، اللي هي المفاصل الصناعية، وهي ايه؟ المفاصل اللي هي بليت او تآكلت، فبنقدر ان احنا نتدخل بيه على المفصل دوت ونشيل المفصل اللي تآكل ونحط مكانه مفصل صناعي، ويبتدي العيان يتحرك بسرعة ويبتدي يستعمل المفصل بتاعه أحسن من الأول، أموره بتختلف. الحقيقة في العشر سنين الأخيرة أو 20 سنة الأخيرة حصل تطور هائل في مجال جراحة العظام، وفعلا أصبحت في حالات كتير ما كانتش بتتعالج أصبحت بتتعالج، ما كانتش بتتعالج كويس أصبحت بتتعالج كويس. الحقيقة فعلا ملاحظين تطور رهيب في جراحة العظام، ونتائج أحلى بكتير وأحسن بكتير. المجال التشخيص، إذا كان الأشعات العادية تطورت وبقى في حاجة اسمها أشعات رقمية ديجيتال، في الأشعات المقطعية. الأشعة المقطعية دي بتتميز إنها بتجيب لنا تفاصيل العظم نفسه، تفاصيل العظم من الداخل، ووصف العظمة على مقاطع قليلة جدا، بحيث ان هي بتوصف لنا خصوصا لما يكون في كسور، الكسور واصله للمفصل زي مفصل الركبه او مفصل الرست او الرزق. مهم جدا جدا ان الكسور ديت تتحدد، علشان لو ان الكسر في المفصل يبقى لابد ان المفصل ده الكسر ده يترد او يرجع لمكانه كويس عشان وظيفه المفصل ترجع كويس. كذلك في نمو شديد او تطور شديد في اشعه الرنين المغناطيسي. اشعه الرنين المغناطيسي احدثت تطور رهيب في تشخيص، بس لازم يبقى اشعه الرنين مهمه جدا وتبين حاجات مهمه جدا وعملت تطور شديد في مجال جراحه العظام، لكن يفضل وضروري ان احنا ما نعملش اشعة الرنين الا ما نعمل اشعة عادية، وبعد كده نعمل اشعة عادية نحدد المكان المشكلة، وبعد كده نعمل اشعة رنين مغناطيسي. شكرا.